هذه الجولة الإخبارية، ولكن في ملف آخر وهو ملف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث يعقد مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري اجتماعا طارئا عصر اليوم بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بوقفه. يعقد الاجتماع برئاسة دولة لبنان وبطلب من كل من مصر والسلطة الفلسطينية. ويأتي هذا الاجتماع فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لمناطق عدة في القطاع، من بينها مقر الحكومة المقالة، ليرتفع عدد الشهداء إلى أكثر من 35 شهيدا إضافة إلى عشرات المصابين. ومعنا عبر الهاتف وزير الصحة الفلسطيني في الحكومة المقالة، مفيد المخللتي. دكتور مفيد، هل أنت معنا؟ نعم، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. دكتور مفيد، بداية اطلعنا على الأوضاع في غزة اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول نشكر لكم عرض أحداث غزة مباشرة للجمهور. ما يحدث الآن في غزة بدأت منذ عصر يوم الأربعاء الماضي وحتى اليوم هي حرب شرسة، أو بل نقول أنه محرقة يقوم بها الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين العزل من أبناء قطاع غزة. حتى الآن حصيلة الشهداء 38 شهيد، وحصيلة الجرحى حوالي 382 جريح. ما يقارب من نصف هؤلاء هم من النساء والأطفال. أربعة من الشهداء هم أطفال عمرهم شهور وبضع، وكانت إصاباتهم إصابة بالغة متوحشة. واضح من هذه الأمور أن الإسرائيليين الصهاينة يتعمدون قتل المدنيين بشكل مباشر. المرحلة الجديدة التي دخل فيها العدوان على غزة واستهداف مباني سكنية بقصفها بطائرات F-16 وصواريخ زنة طن، الواحد منها آخرها كان قصف منزل لعائلة صلاح في منطقة جباليا بثلاث صواريخ، ودمر البيت على ساكنيه. معجزة التي حالت دون قتل جميع من في البيت. جرح 30 من في البيت، بعضهم جراحهم خطيرة، لكن معجزة إلهية أنه لم تحدث وفيات في هذا الأمر. كذلك تم قصف وتدمير مبنى رئاسة أو مبنى الحكومة الفلسطينية في غزة، وهذا تصعيد واضح أنه يريد تدمير المؤسسات المدنية بهدف شل الحياة في قطاع غزة. دكتور مفيد، إذا تحدثنا عن حالة الاستعدادات الصحية لمواجهة أو احتواء الموقف بالنسبة للضحايا والمصابين إصابات بالغة. وحقيقة حتى الآن لازلنا قادرين على السيطرة على الموقف الصحي والتعامل مع الإصابات التي تأتينا، ولكن المشكلة حقيقة هي أنه غزة منذ فترة تعاني من أزمة في الأدوية والمستلزمات الطبية. بالتالي مخزوننا الموجود في أقسام الاستقبال والطوارئ من الأدوية والمحاليل والمستلزمات الطبية التي تلزم للتعامل مع الجرحى هو مخزون محدود، والآن بدأ أو أوشك على النفاذ. لذلك فأنا يعني أوجه من هنا نداء إلى وزراء الصحة العرب وإلى المؤسسات الصحية العربية والإسلامية والدولية بضرورة الإسراع في تزويد مستشفيات قطاع غزة بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع الجرحى في أقسام الطوارئ والاستقبال، وإلا فإننا سنواجه في القريب العاجل أزمة حادة قد لا تمكننا من تقديم الخدمة اللازمة للجرحى في أقسام الطوارئ، مما يشكل كارثة صحية في التعامل مع الجرحى. وهذا يعني موقف لا أعتقد أنه أحد من إخواننا في الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة يقبل لغزة المحاصرة الجريحة. دكتور مفيد، هل رفعتم هذه الاحتياجات الخاصة بالأدوية والأجهزة إلى رئيس الوزراء هشام قنديل حينما زار غزة؟ يعني بهذه المناسبة لابد من شكر واجب.
للرئيس محمد مرسي ورئيس الحكومة دكتور هشام قنديل ولوزير الصحة دكتور محمد حامد وللحكومة المصرية والمؤسسة الصحية المصرية، نقابة الأطباء، نقابة الصيادلة، اتحاد الأطباء العرب، الجمعية الشرعية، جميع المؤسسات الصحية في مصر. حقيقة مصر وقفت وقفة طيبة كريمة ليست غريبة عنها، رئيسا وحكومة ومؤسسات، والزيارة الكريمة التي قام بها رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل كان لها الأثر الكبير على غزة وأهلها وزار الجرحى، وهو بيننا وصلت إصابات من قصف على جباليا، وكان من بين الشهداء طفل صغير عمره سنة حملوا الدكتور هشام قنديل ورئيس الوزراء الفلسطيني معا. نعم، هذه الصورة المتداولة على الجرائد. نحن نقدم حقيقة شكرنا الجزيل لمصر على هذا الدور. القوائم وصلت، وأول والقافلة الوحيدة التي وصلتنا من الأدوية والجراحين هي من مصر. وصلتنا بالأمس قافلة من الأدوية والمعدات الطبية بجهد مشترك من الحكومة المصرية ونقابة الأطباء ونقابة الصيادلة واتحاد الأطباء العرب، وكذلك وصلنا 10 من الأطباء الاستشاريين في الجراحات المختلفة، وهناك استعداد مصري طيب للمزيد. أنا أعرف أنه 10 سيارات إسعاف الآن مرابطة في الجانب المصري من معبر رفح لنقل الجرحى الفلسطينيين إذا دعت الحاجة، وسيغادرنا بعد قليل 4 من هؤلاء الجرحى إلى معبر رفح للعلاج في جمهورية مصر العربية. كذلك فإنه الاستعداد من قبل الحكومة المصرية وزارة الصحة والمؤسسة الصحية واستعداد دائم، وأتوقع أيضا غدا أو بعد غد يصلنا أيضا مجموعة أخرى من الأطباء المصريين للمساعدة في علاج الجرحى إضافة إلى المزيد من الأدوية والمستلزمات الطبية. موقف مصر حقيقة موقف متقدم، وناشد جميع وزراء الصحة العرب أن يحذو حذو وزير الصحة المصري في موقفه الأخوي الوطني القومي تجاه الأهل في قطاع غزة وفلسطين. أشكرك شكرا جزيلا دكتور مفيد المخللاتي وزير الصحة في الحكومة الفلسطينية المقالة، كنت معنا عبر الهاتف. وأتجه الآن إلى الزميل هشام زقوت مراسل الجزيرة مباشر. هشام، نعم، ما هي آخر التطورات في القطاع اليوم؟ يعني بداية نبدأ بارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في هذا التصعيد المستمر على قطاع غزة منذ 4 أيام إلى 40 شهيد وأكثر من 300 من المصابين. هؤلاء 40 شهيد سقطوا خلال غارات إسرائيلية مستمرة حتى هذه اللحظة في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وشنت الطائرات الإسرائيلية اليوم عدة غارات، كانت غارات عنيفة جدا لم نعهدها خلال الأيام الماضية، شنتها على عدد من الأهداف، طالت أيضا المؤسسات والمقرات ومقرات حكومية، طالت رئاسة مجلس الوزراء في مدينة غزة ومقر الشرطة في مدينة غزة أيضا، كما طالت عدد من الغارات منازل لمواطنين، وكان منزل القيادي في حركة حماس سلمان في مدينة في مخيم جباليا. نعم هشام، يبدو أننا فقدنا الاتصال بهشام زقوت مراسل الجزيرة مباشر، ربما سنعود إليه بعد قليل. الآن ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ محمد جمعة الباحث في مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية والمتخصص في الشأن الفلسطيني للحديث حول تطورات الأوضاع في غزة والاجتماع الوزاري العربي الطارئ. نبدأ بالاجتماع، وما الذي يمكن أن يقدمه وزراء الخارجية العرب لغزة؟ يعني نظريا طبعا يفترض انه نشاهد مواقف عربيه غير تقليديه على النحو الذي شاهدناه في السابق، مواقف نوعيه تتساوق مع حجم التغيير الذي حدث في المنطقه، هذا على مستوى
النظري، لكن بشكل عملي أنا أعتقد أنه لا يجب أن نرفع كثيرا من سقف توقعاتنا من هذا الاجتماع. لماذا؟ لسببين رئيسيين. أولهما يرتبط بالاتجاهات السياسية التي تتجاذب المنطقة الآن، والأمر الآخر طبيعة التطورات الميدانية على الأرض، يعني طبيعة ما حدث على الأرض. فيما يخص السبب الأول، أنا أعتقد أن المنطقة الآن يتنازعها اتجاهين رئيسيين، ويقع اتجاه ثالث في منطقة وسط بين الاتجاهين الرئيسيين، اتجاه ربما يمثل بقايا ما كان يسمى في السابق بمحور الممانعة. هذا الاتجاه لديه مصلحة الآن في أن تتوسع هذه العمليات وأن تتطور بالشكل الذي ينقل التفاعلات في المنطقة من مربع الثورات العربية إلى مربع الصراع العربي الإسرائيلي، ومن ثم يسهم في خلط أو يساعده في خلط الأوراق، ومن ثم يخفف الضغط على النظام السوري وتطورات الأحداث بشأن القضية السورية. هذا الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني ربما يمثله التحالف ضمني بين تركيا ومجموعة دول الخليج العربي، ويعني لديه مصلحة الآن في تبريد القضية الفلسطينية وأن تتصدر القضية السورية المشهد السياسي والإعلامي في المنطقة، ومن ثم يعني ليس لديه الرغبة في أن يعني تتطور الأمور أكثر من هذا، ولديه مصلحة في أن يطفئ تتطور الأمور في فلسطين. تقصد في فلسطين بالضبط. ربما في اتجاه ثالث يقع في منطقة وسط بين الطرفين، وهو دول الربيع العربي، يعني تحديدا مصر هي يعني معنية بشكل أساسي بالتطورات الأمور، لأنه بحكم التاريخ وبحكم الجيرة وحتى بحكم المصلحة المباشرة، يعني إحدى التداعيات أو أخف هذه التداعيات المنتظرة لذلك العدوان الإسرائيلي يتمثل في أنه ميدانيا القبة الحديدية الإسرائيلية هي مصممة لأن تعترض الصواريخ من مدى 4 كيلو إلى 70 كيلو، ومن ثم سمت صعوبة بالنسبة لإسرائيل فيما يخص المدى الأقل من ذلك، وهي الذي يطال مستعمرات سيدي روت على مسافة 2.5 من القطاع. وهذا يعني أنه ميدانيا القيادة العسكرية في إسرائيل معنية بتوسيع الشريط الحدودي الفاصل بين إسرائيل وبين قطاع غزة، ومن ثم إذا كان مداه الآن هو 500 متر فهي معنية بأن يصل إلى أكثر من هذا، وده قد يعني عمليا على الأرض دفع المزيد من السكان الفلسطينيين إلى الناحية الأخرى من الحدود، ومن ثم الحريق يطال بشكل أو بآخر الحدود المصرية، ومن ثم مصر معنية بإطفاء هذا الحريق. الأمر الآخر أنه بالتأكيد دول الربيع العربي وعلى رأسها مصر معنية أيضا بأن تترجم يعني الضمير الجمعي للرأي العام الذي يرغب في أن يرى سياسات مغايرة لما اعتدنا عليه في السابق. تنازع هذه الاتجاهات الثلاث داخل المنطقة إلى حد كبير يعني يضعف من إمكانية أن تصدر قرارات جماعية نوعية في هذا الاجتماع، لا سيما بأنه نحن معلوم للجميع أنه الوزن النسبي بعد الربيع العربي، الوزن النسبي لمجموعة الدول الخليج العربي ربما هو أعلى نسبيا داخل تفاعلات النظام الرسمي العربي، ولم تتغير المقاربات الخليجية لمسيرة التسوية وللعلاقة مع إسرائيل بعد الربيع العربي عما قبل الربيع العربي. الشاهد على ذلك أنه في كل الاجتماعات للجنة المتابعة العربية للجنة المبادرة العربية للسلام في الجامعة العربية، ظلت هذه اللجنة في كل اجتماعاتها بعد الربيع العربي تعطي تفويضا للقيادة الفلسطينية في الاستراتيجية التي يراها مناسبة. طيب يعني لم تتغير الأمور. إذن هذا على فيما يخص السبب المتعلق بالاتجاهات السياسية التي تتنازع المنطقة في هذه الآونة. الأمر الآخر ميدانيا لم يعد في الإمكان في تقديري
ربما في الساعات القادمة، اللهم إلا إذا يعني نجحت ضغوط كبيرة وتضافرت جهود مصرية مع أمريكية لاحتواء الموقف ميدانيا، نحن إذا وضع ميداني تغيرت فيه قواعد الاشتباك الفلسطينية الإسرائيلية. يعني نتنياهو خرج ل يعني منع إطلاق صواريخ على مناطق الجنوب في إسرائيل، الآن قواعد الاشتباك تغيرت، الآن لم تعد القضية قضية الجنوب الإسرائيلي وإنما قضية منطقة الوسط. إذا ثمت 4 مليون إسرائيلي أو 5 مليون تحت خط النيران. معنى هذا أن القطاع التعليمي، القطاع الاقتصادي تأثر بشكل أو بآخر، وهذا ثمن مكلف سياسيا لأي قيادة إسرائيلية بين يدي الاستحقاق الانتخابي. ومن ثم لا يستطيع صانع القرار في إسرائيل الآن أن يعني لا يكمل العملية دون نصر سياسي يعني يستطيع أن يسوقه لدى الرأي العام الإسرائيلي. طيب أعود إليك لاستكمال هذه النقطة، ولكن نبدأ بما بدأت به أنت، ولا يجب أن يكون سقف التوقعات كبيرا ومرتفعا بالنسبة لاجتماع اليوم من لوزراء الخارجية العرب، ولكن ما الذي يمكن أن يخرج به الاجتماع سواء كان شيئا كبيرا أم صغيرا؟ يعني أنا أتصور هيبقى يعني ربما الحديث مرة أخرى عن تكليف لجنة عربية بالسعي مرة أخرى إلى مجلس الأمن وصياغة مشروع عربي أمام مجلس الأمن، ربما نتحدث عن تشكيل لجان قانونية لملاحقة مجرم الحرب الإسرائيليين، مزيد من الجهد الإغاثي على صعيد المجتمع المدني العربي وعلى صعيد الحكومات، الدعم المادي والإغاثي. لا أعتقد أنه يعني يمكن، يعني لا أتصور أنه يمكن أن يصدر قرار بتجميد مثلا المبادرة العربية للسلام، يعني أو سحب المبادرة العربية للسلام. ربما نجد دعوة مرة أخرى إلى تنشيط الجهود على صعيد عملية المصالحة الفلسطينية، لكن لا أتوقع أكثر من هذا. دعنا نتحدث عن مصر ورد فعل مصر إزاء الاعتداءات الإسرائيلية على غزة، وكيف رأيت القرارات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس ومن قبل الجانب يعني المصري؟ يعني أنا أدعو الحقيقة إلى قراءة موضوعية وليست قراءة عاطفية لما يحدث، رغم طبعا تعاطفنا ومع الأشقاء الفلسطينيين، لكن أدعو إلى قراءة موضوعية هادئة بعيدا عن لغة العواطف. بالتأكيد من الظلم الشديد أن نقارن رد الفعل المصري الآن بما كان يحدث في السابق، وجدنا استجابة مباشرة. من حيث المبدأ القرارات التي اتخذت مصريا لا أعتقد أنه أحد يستطيع أن يعني يرفضها أو يعترض عليها بل يثمنها، لكن من حيث التكتيك السياسي يعني ربما تكون القيادة المصرية قد يعني أهدرت مجموعة من الأوراق دفعة واحدة أو دفعت مجموعة من الأوراق دفعة في مرة واحدة ولم يبقى إلا ورقة أو ورقتين. الجميع يتحدث عن هذه الكروت التي من وجهة نظر البعض حرقتها مصر في يعني في الأيام الأولى، في حين أن الأزمة مرشحة للتصعيد. ولكن ألا ترى أن دور مصر في هذه المرحلة يختلف كثيرا عن دورها في السابق، وأنها أرادت أن تثبت أن دورها لن يقتصر في هذه المرة على دور الوسيط وإنما في دور الدافع والمقاوم مع غزة؟ هي أرادت أن تثبت يعني هو الحقيقة ليس وبالتالي حرقت كل هذه يعني الأوراق أو قدمت كل هذه الكروت. نعم، لكن لكي نكون موضوعين أكثر، هو ليس يعني ليس دورا مصريا فقط، وينبغي أن يكون دورا عربيا. يعني لماذا مصر فقط؟ يعني ينبغي أن يكون هناك دورا عربيا. يعني شهدنا مواقف عربية أخرى في قضايا أخرى، شهدنا بين قوسين النخوة العربية وصلت إلى حد المشاركة في عمليات عسكرية، وصلت الأمور إلى دعم الأثوار على الأرض إلى آخره، ليس فقط الحصار الإسرائيلي ولكن الحصار من جانب النظام. في حين أنه شهدنا، علم الجميع بمضمون مكالمة هاتفية لزعيم عربي كبير مع زعيم عربي آخر يتحدث عن الحكمة وعن ضرورة التريث وعن ضرورة الحل السياسي وعن وعن وعن. إذن هناك مسؤولية عربية وليست مسؤولية مصرية وفقط. الأمر الآخر، بالتأكيد مصر مع ما بعد الثورة معنية بأن تكون شريكا للأشقاء الفلسطينيين وليس متضامنا أو وسيطا، لكن اعتبارات هذه الشراكة أيضا تتطلب واجبات على كلا الطرفين. يعني تتطلب
ليس هناك من معنى بأن يتمسك الأشقاء الفلسطينيون بالحديث عن استقلالية القرار الفلسطيني، ومن ثم قرار التصعيد وقرار التهدئة هو قرار فلسطيني وفقط، ثم بعد أن تتطور الأمور يخاطبني بمنطق الأمة؟ يعني منطق الشراكة السياسية هذه يقتضي أن تكون مصر شريكة في قرار السلم وقرار الحرب، حتى لا تفاجأ الدولة المصرية في تلك المرحلة الانتقالية باستحقاقات ربما لم ترتب أوراقها لها بعد. أستكمل معك هذه النقطة بالتحديد، ولكن بعد هذا الفاصل القصير الذي سنذهب فيه إلى موجز لأهم الأخبار مع زميل أحمد صبحي، ثم نعود ونستكمل هذه الجولة الأخبارية، انتظرونا.